هذه البيوت لم يتخلى عنها أصحابها، بل تركوها مجبرين منذ عشرات السنين، ولم تزل هذه العيون تبكي مرارة فقدان الأرض وسرقة الوطن. أما هذه الصور فتقف اليوم في حسرة بمركز محمود سعيد للمتاحف والمعارض بالإسكندرية، تحيي الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية تحت عنوان العودة حق وإرادة شعب. ما دعا حق وراءه مطالب، نحن صامدون على أرض فلسطين، لن نرحل، لن نترك أرضنا، متمسكون بحق العودة، متمسكون بحقوقنا الثابتة في فلسطين وفي مقدمات حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية على أرض التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس. هذه النكبة ستتحول يوما إلى فرحة للشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الصهاينة وضد العالم بأسره. هذه القضية، قضية الفلسطينية، هي قضية عربية، قضية قومية، ولن تكون القدس إلا عاصمة لفلسطين. أكثر من 100 صورة رصد خلالها المعرض حال الشعب الفلسطيني قبل وبعد النكبة، حين أعلن قيام إسرائيل في عام 1948. هذا هو إرثنا في فلسطين، هكذا كنا، لا حين يكون لنا عملة وجواز سفر وسلك دبلوماسي يمنح الجنسية ومطاران، هما مطار اللد ومطار القدس، ميناء حيفا ويافا. نقدر نشوف كيف كانت في حياة، وكانت في حياة كاملة قبل النكبة، سواء حياة اجتماعية دراسية اجتماعية أو ثقافية، مش زي ما المحتل بيصور إنه كانت هي أرض فاضية وما كانش فيها حدا. على هامش المعرض أقيم عرض غنائي تعانقت كلماته مع مشاعر الحضور، تنديدا بالاحتلال وتمجيدا لمقاومة الشعب الفلسطيني عبر سنين. 74 عاما من الحسرة والألم لشعب سلب حقه وفرض عليه الظلم والتهجير القسري، واليوم يجتمع هؤلاء لسرد حكايتهم عن النضال والمقاومة والمناداة بعودة الحق إلى أصحابه. من حبيب، قناة الغد، محافظة الإسكندرية.